اهلا بكل حضراتكم من جديد. طبعا كل الاهلاويه قاعدين يعني الفتره دي مترقبين، بيقولوا يعني وبيتسالوا يا ترى هيحصل ايه مع النادي الاهلي في الفتره الجايه على كل الاصعده، سواء على صعيد الدوري، على صعيد مباراه بيراميدز بكره ان شاء الله، او في كاس العالم للانديه ومواجهه الفريق النادي الاهلي لفريق الدحيل القطري. وطبعا دي اكيد من ضمن الحاجات اللي هنتكلم فيها، الى جانب كلامنا عن رحلة النادي الأهلي في الدوري، وكمان تفصيلة الأخطاء التحكيمية اللي كلنا شاهدناها في الفترة الماضية. كل ده هنعرف تفاصيله مع كابتن عمرو الحديدي لاعب النادي الأهلي السابق. صباح الخير عليك يا كابتن عمرو، منورنا. صباح الخير أستاذ كريم. أهلا بيك. أهلا بيك يا كابتن، مدافع الأهلي السابق، واللي كان يعني ان حضرتك انضمامك للنادي الاهلي برضو كان فيه قصه والفجر وحاجات كده حصلت. قبل ما نبدا بقى كل النقاط اللي كريم قال عليها، لان اكيد احنا حابين نعرف من حضرتك كل يعني التفاصيل دي، بس خلينا برضو نذكر الناس تاني واللي ما يعرفش يعرف على انضمام كابتن عمرو للنادي الاهلي. هو كان الفتره ديت كنت انا في المنتخب الاولمبي، وكان الدكتور محمود سعد بيتكلم مع كابتن جوهر الله يرحمه ان انا ابقى موجود في نادي الزمالك باستمرار، وفعلا كان المدرب العام ساعتها معانا في المنتخب الدكتور مصطفى عبده. فعملت مباراه يعني كنا بنلعب ضد منتخب ايطاليا، اديت مباراه كويسه قوي، فالدكتور مصطفى قعد معايا في الغرفه وقال لي انت لازم تيجي النادي الاهلي. وفعلا قلت له ماشي يا كابتن. كلام الفجر يا كابتن عمرو، كلام الفجر، كلام يا كابتن ومش هيحصل يعني. ففعلا انا كان الدكتور محمود، ورحت قعدت مع بتوع نادي الزمالك وقعدت فعلا وخلاص وخلصنا. فجالي تليفون وانا في النادي، وانا في نادي المحله كنت بايت في الاستراحه، ان دي والدتي اللي بتكلم. فانا مش والدتي خالص، انا عارف الصوت الله يرحمها من صوتها خالص يعني. ففي تحويله كده بتبقى من الشركه للاستراحه، فالتحويله اتقفلت الصوت بيكبر، فبتبقى عارف ان التحويله مفيش حد سامع يعني. أوكي. يعني حصلت قبل كده. اوكي. فقالوا مش بدون الذكر يعني، انا فلان الفلانيه لازم تنزل لمجلس اداره النادي الاهلي النهارده. فاستاذنت كابتن شواريب وكابتن سياج الله يرحمه، قلت له يا كابتن انا هنزل، في حاجه حصلت كذا كذا. بس يا كابتن انا ما اعرفش الكلام ده حقيقي ولا لا، ما كانش في موبايلات في الوقت ده. الكلام ده كان 91 92. جميل. قال لي خلاص ماشي انزل. نزلت ببص من جيت باب النيل، لقيت النادي مقفول بالجنزير، بس خلاص حد اشتغلني وسمعت الكلام ورجعت، وعندي تمرينه ثاني يوم الصبح ولازم اكون موجود عشان الدكتور عبد الجليل قال لازم تكون موجود في التمرين. ده النادي مقفول، فتاكدت اكتر ان في حاجه انها اشتغاله خلاص. اه طبعا. فبيقول لي انت مين؟ قلت له انا عمرو الحديدي. قال لي بتاع المحله، افتحه اتفضل. الله، افتحه. ايه هو كان مصباح علاء بابا كان مقفول في كده. يعني انت لو ما كنتش قابلت هذا الرجل كنت مشيت وخلاص، الموضوع كان هيتيح على كده. الباب مقفول بجنزير من باب النيل خالص. اه طبعا. فدخلت لقيت مجلس اداره النادي الاهلي كله قاعد ما عدا كرسي كابتن صالح بس. وقد كان. فهي كانت كلمه شهيره للكابتن صالح، انت عايز ايه؟ قلت له مش عايز حاجه خالص. اتمنى اخش النادي الاهلي. انا كل ده وانا عارفه ان حضرتك حكيت القصه دي قبل كده، بس عشان الجمله الاخيره دي، ان فكره هنا بس، ودي كانت باينه من حديث حضرتك قبل كده في لقاءات مختلفه، ان فعلا كنت كل همك انك تكون منضم لهذا النادي، وهذه التيشيرت انك تلبسها، يعني دي فعلا حضرتك اكدت عليها كتير جدا في لقاءاتك قبل كده. يعني من وجهه نظري، من غير اي كمان يعني حديث عن اموال او صفقات او عقود، حضرتك ما اتكلمتش فيها خالص. هقول يعني من غير شعارات، عشان احنا بننتمي لكيان كبير اسمه النادي الاهلي. انا مضيت الخمس سنين ب 20,000 جنيه. وما طلبتش حاجه من كابتن صالح. كابتن صالح وهو خارج نده الاستاذ عباس سديد الله يرحمه، قال له يا استاذ عباس ادي لعمرو الحديدي 20,000 جنيه من حسابي. انا خدت ال 20,000 جنيه، انا مش مصدق. ما كلام بقى صالح سليم والنادي الاهلي ومجلس الاداره ومضيت خمس سنين. انا ما يهمنيش الفلوس على قد ما هو قال لي ايه، هات الجرايد شوف مكتوب فيها ايه. صح، مكتوب كده بالمنشط، الاهلي خطف زعيم الفلاحين. الله. انتهى بقى. الله. بس طبعا يعني دي كانت ملابسات ومفردات وارقام المرحله اللي انت انضميت فيها للنادي الاهلي. بعد مرور السنين دي كلها، وانت دلوقتي طبعا راجل يعني مطلع بكل امور كره القدم المصريه ومتابع جيد لكل المستجدات، من ضمن المستجدات اللي بقى فيه ارقام مختلفه تماما، بقى فيه تفاصيل وبنود في العقود اختلفت تماما عن الزمن اللي حضرتك كنت بتلعب فيه، ما عدتش عليك فكره ان يا ريتني كنت بلعب في الجيل الحالي او في الزمن الحالي مش الزمن اللي انا كنت فيه، ولا انت بالنسبه لك الحسبه مختلفه؟ لا، هي الحسبه بالنسبه لي ايا كان بالارقام بتاعت دلوقتي، بسم الله ما شاء الله ليهم عن ارقامنا، العب يهمني العب. والكلمه المعتاده ان
يعني الواحد برضو بيقولها بطبيعه كده، ان اتقال عني ان انا عندي اصابه مزمنه، فاتقال وظهر ده من نادي الزمالك، وعشان انا ما روحتش فابتدى الميديا كلها والجرايد تكتب ان انا عندي اصابه، وفعلا مجلس اداره نادي الاهلي رشح ثلاث دكاتره، وقلت له يا دكتور معلش انا هقف على الترابيزه وانا متاكد ان انا سليم، هي الشيء اللي ما عرفتش تمتلكني فشوشرت عليا، لا مش هيحصل وانا سليم، وقلت للكابتن صالح انا مش عايز حاجه خالص، مش عايز فلوس حتى، انا بقى متواجد بس في النادي الاهلي. وبالفعل يعني خمس سنين متواجد، وحتى في السنه الاخيره وكابتن صالح مسافر يجري جراحه في لندن، قال لي احنا هنطلعك اعاره السعوديه وترجع النادي تاني. قلت له يا كابتن انا في اي مكان هكتب في العقد بتاعي شرط بمبلغ وانا اللي هدفعه في حاله انكم تطلبوني. حلو جدا. دي كانت يعني اول مره حد بيكتب شروط في العقد. سنة 99 كانت رحت الشرقية الزقازيق، وكان رد الجميل للكابتن أنور اللي هو اللي كان جابني النادي الأهلي، وفنشنا خامس دوري. وفي نفس السنة في نهاية الموسم جالي الاتحاد السكندري البرنس محمد مصلحي، وما ترددتش لحظة، أنا بحب أتعامل مع شخصيات عندها مصداقية في اللي بتقوله، وهو ده من الشخصيات الهائلة اللي أنا اتعاملت معاها في الوقت ده. جالي احتراف في تركيا بأحد اللعيبة الكبار في نادي الزمالك، وقال لي لازم تسافر، وانا مسافر عارف ان ربنا سبحانه وتعالى بيقسم ارزاق باسلوب معين، ونعم بالله. وانا مسافر كان ساعتها جرايد كتبت المكان اللي انا رايحه والنادي اللي انا رايحه، ورحت بالفعل وطارق خدتني وانتقلت، وجالي تليفون احترفت في الامارات وصعدت على الجمال للدوري الممتاز ولغيت السفر لتركيا. الله، وانا في تركيا بت يوم واحد بس. كابتن عمرو حضرتك من النماذج بجد، مش بس الجميله في النادي الاهلي اللي كانت موجوده، الاصيله، وبجد انا حبيت ان انا ابدا بدأ يعني، لان انا كنت عايزه اسمع تاني والناس تسمع تاني قد ايه في لعيبه فعلا انتمائهم هو اللي كان يعني ظاهر اكتر من اي حاجه تانية. بس انا عايزه انضم للنادي الاهلي، مش فكره حتى دلوقتي لما كريم بيذكر طبعا فرق كبير في يعني ثمن الصفقات، ولكن محدش كان بيفكر في ده خالص وقتها فعلا. يعني دي حقيقه. انا ما كنتش عارف حضرتك هتساليني انت استاذ كريم في ايه. انا عارف قاعدين بره انا والاستاذ خالد بقول له ينفع نرجع نلعب تاني؟ ياه ينفع تاني؟ يا ريت والله عشان حاجات معينه.